شكر على أجمل ناس وأجمل عيلة وأجمل جمهور وأجمل متابعين وكل الناس اللي انضموا للإنستجرام، هم دول اللي بيحضروا معانا اللايف أول بأول كل ليلة في المواضيع المهمة، وهم دول بالطبع اللي احنا بناخد أسئلتهم ونرد عليهم أسرع لأنهم بيكونوا موجودين معانا فيس تو فيس كده. وعشان كده أنا مش عارف اللي عنده إنستجرام ولسه ما انضمش لينا ليه متأخر، يعني احنا كل ليلة تقريبا بنعمل في موضوع خطير ومهم جدا وبنجاوب على أسئلتكم، فأنا بدعوكم إن انتوا تشتركوا. وهنتكلم عن موضوع مهم عشان تنقذ نفسك، عشان انا مرضلكش ان انت تكون ستيبل. يعني انا مرضاش ان انت تكون سد خانة، او مرضاش ان انت يتلعب بمشاعرك. ليه؟ لان انت في حلم جميل ربما تكون مش عايز ان انت اطلاقا تستيقظ منه، ربما تكون ان انت عجباك النومة كده، ولكن أنا عشان عارف اللي ممكن يقابلك أصعب بمراحل فعايز أفوقك من البداية. عايز أقولك في علم جميل هو درس النفس البشرية للطرفين واداك الخلاصة فامشي بيها. العلامات اللي احنا هنقولها في حلقة النهاردة أو في اللايف أو في البث بتاع النهاردة، ما تضحكش على نفسك، لازم تنقذ نفسك، لأن مش هينفع تكون ستيبل، ومش هينفع إن أنت تتلاعب بمشاعرك، ومش هينفع إن أنت بعد فترة عاجلا أم آجلا تتخان ويروح للماضي أو يروح للطرف الثالث أيا كان. هنبدأ كده إن احنا نتكلم، وركزوا معانا في العلامات. أنا طولت شوية على ما نبدأ إن احنا نتجمع. أول حاجة الشرود أو السرحان أو التوهان بدون سبب، وأنا مش بتكلم عن مرة أو مثلا مرتين، أنا بتكلم إن ده بيتكرر أكتر من مرة. ما إحنا مع أصل، خلي بالكم لما تكون أنت مع شخص بيحبك استحالة يسرح إلا فيك. أهو بقى بنجيب من الآخر، ركزوا معايا. أنا قاعد مع خطيبتي أو قاعد مع حبيبتي أو قاعد مع مراتي، ما ينفعش تسرح غير فيا، تمام؟ يبقى من أول العلامات وليس أهمها طبعا الشرود من حين إلى آخر، لأن الحب هو أكتر ما يشغل البال وأكتر ما يتوهه وأكتر حاجة تشده وتشغله، فخلي بالكم. تاني حاجة الاختفاء فجأة ثم العودة فجأة، مفيش حاجة، ما فيش سبب، ما فص ملح وداب وبعدين رجع. خلي بالكم من العلامات دي. تالت حاجة الحنين أو تفضيل مكان معين عن غيره للخروج أو للالتقاء، مكان بتاع يعني خروجات أو بتاع حبيبة أو بتاع صداقة أو الكلام ده، يعني تعالى نخرج في المكان اللي أنا بحب ده، لا يعني تحس انت ان هو متعلق بالمكان ده عن غيره. ليه؟ ما تسأل نفسك، ولا احنا ما بنحبش نواجه نفسنا؟ اسأل نفسك عشان لو في حاجة تعالجها. الحنين لمكان او تفضيل مكان دايما، يعني اصل خلي بالك او خلي بالك اللي بيحبك او اللي بيحبك عايز يخرج معاك في كل الاماكن يجرب معاك، هي المشكلة مش في المكان، المشكلة ان انت اللي هتزين المكان ده، فهو عايز يجرب معاك كل الأماكن. إنما تفضيل مكان معين للالتقاء ممكن يكون من العلامات اللي هي هتيجي معانا النهاردة. يعني رابع علامة الشك القوي، الشك القوي اللي بيعمل حاجة غلط في علم النفس يقول لك بيشوف كل الناس بتعمل غلط. يعني أنا لو بحب على حبيبتي شايف كله بيحب على هي كده، بيحب على مرتبط بيه، فطبيعي أشك. أنا مش بتكلم عن الشك المعتدل اللي هو العادي لما يحصل موقف يدعو للشك، إنما الشخص ده بحس إن هو شكاك زيادة عن اللزوم، أو شكاك زي ما إحنا بنقول بشدة. خامس علامة نسيان اسمك أو يغلط في اسمك ولو مرة واحدة. تسمك أحمد تقول لك يا محمد، تسمك علياء يقول لك يا مروة، لو مرة واحدة من العلامات. واللي بينسى، اللي بيحب حد عمره
ما يغلط أبدا في اسمه. العلامة اللي بعد كده، الحديث عن العلاقات العاطفية بشكل غير اللي علاقتكم في معنى، لو انتوا مبسوطين يحكي عنها بيأس، ولو انتوا يأسين يحكي عنها بفرحة. من العلامات برضو، لأنه هو بيتكلم من وجهة نظره أو على علاقته التانية مش عليك. من العلامات اللي لو حصلت برضو تخلي بالك، احنا مبسوطين بس والله كله بيجرح، كله ما فيش حب بيدوم أو كلام، فاهمين كده النبرة دي، اللي حبه خده ايه يعني فلسفته. لما الموضوع يتفتح تلاقيها كده. الكلام عن العلاقات بشكل يائس، دي من العلامات أيضا بشكل عام، يعني دايما لما يتكلم، وده كمان تخص اللي ليه ماضي ومطلش حبيبه أو بعد عنه، بشكل يائس عن العلاقات وعن الحب. الكلام بشكل يائس ويعقد أهلك منه ومن الحب، مفيش ما يدعو لذلك، بس هو عنده تجربة لازالت محفورة في قلبه. عشان كده بقولك في العنوان ان هو ماضي متعلق بيه، فانقذ نفسك. مش ماضي وراح، انا اوكي ما عنديش مشكلة لو في ماضي وانتهى، دي تتعامل معاها عادي الصفة دي، ولكن المشكلة ان يكون معايا ومتعلق بيه وانا استبل. انا مرضاش لحد ان هو يكون استبل طبعا، يعني خاصة في الانفعال أو في العصبية أو في الرومانسية القوية. يعني لو غلط في اسمك أو نسي اسمك أو قال أي اسم تاني، وأنا قلت لو حصلت ولو مرة واحدة. العلامات دي احنا ادينا 6 أو 7 أو 8، أنا ما عدتش علامات. اللي هيكون صريح مع نفسه هيعرف إن حبيبك إما ليه ماضي ومتعلق بيه، خدوا الكلام على بعضه، ماضي متعلق بيه مش ماضي ونسيه، وإما في حد دخل على الخط أو حد اوريدي موجود في علاقة ثلاثية، يبقى هتنقذ نفسك. ليه بقى أنا بقول لك انقذ نفسك؟ أولا لأن أنت مش استبل، ثانيا لأن كده هو ما بيحبكش بجد، ثالثا لأن كده هو بيلعب بمشاعرك، رابعا ودي الأهم هيسيبك أو هيخونك. ثالثا لأن كده هو بيلعب بمشاعرك، رابعا ودي الأهم هيسيبك أو هيخونك. أي واحدة من الأربعة دول أصعب مليون مرة من أي قرار أنت هتاخده في الوقت الحالي. يعني لو قلت لك ابعد فترة أو تجاهل أو سيبه حتى، كل ده أهون إن يحصل لك حاجة من الأربعة دول، صح ولا أنا بتكلم غلط؟ تناقشوا معايا. انا من الناس اللي بحب ان انا اقرا تعليقاتكم واعرف وجهات نظركم فرد فرد، انا كده معرفش ميزه ولا عيب، بس انا كده. ولو رايكم في الحلقه دي يهمني اعرف اراكم، بقرا التعليقات دلوقتي، واللي عنده سؤال يتفضل جوه الحلقه بره الحلقه ما عنديش مشكله، بس الاول يعني عايز ابداء الراي في الحلقه، هل عجبتكم، هل افادتكم، هو ده اللي يهمني. انا بعمل لايف عشان افيدكم، عشان اللي جه وحضر اللايف يطلع مستفيد بحاجة. تمام، أنا شايف الناس كلها بتشكر في الحلقة وبتشكر في الإفادة، وأنا كده مبسوط جدا، وهبدأ إن أنا بقى أخد أسئلتكم، ورجاء شيروا على قد ما تقدروا، ورجاء ندوس لايك بتوصل لبقية أصدقائنا، نساعد. لما هنساعد غيرنا هنلاقي اللي يساعدنا، والله هي كده، تساعد حد غيرك. أصل أنت أما تعمل شير بس لحد ويستفيد، انت خدت الثواب وخدت يعني خدت الإفادة وخدت ثواب كبير، وخدت حد برضه هيجي ينقذك من ورطة، لأن ممكن يكون حد بيتلعب بيه وممكن يكون حد مضحوك عليه، فاهمين أنا بتكلم فيه؟ هي الفكرة في كده. فأنا بدعو عشان كده، بقول كل أصدقائنا يشيروا على قد ما يقدروا، واللايك بيوصلها لأكبر قدر، ونبدأ ناخد أسئلتكم. هي أهم حاجة في تعامل قوسية مع رجل طور عشان أتفادى المشاكل، أنت سريعة أوي هو بطيء أوي، أنت مندفعة أوي هو تقيل أوي، أنت اجتماعية أوي هو أقل منك اجتماعية، هو عنيد
قوي وبيدقق قوي. كل دي مشاكل لازم تخلي بالك منها. محمد اعمل اتصال باللايف حاضر. حلقة مفيدة جدا جدا، تسلمي لي. مفيدة، تشكر، اشكرك. محمد صفات قوسية طالع عذراء، تكون ايه؟ دلع، الفرفشة، الذكاء كمان، الطموح، الايجابية، القوة، الروقان، الاجتماعية. من فضلك رجل الحوت، وهي ميزان في انجذاب في الاول، بس العلاقة دي فيها مشاكل بعد كده. يعني محتاجين، مش بعقد بس بنور، يقعدوا مع بعض يفهموا الدنيا فيها ايه. قوس معكوس، بس هو دايما يختفي ويقفل تليفونه ويرجع يتكلم ويعتذر. والله اي حد بخلاف الابراج بيختفي فجأة اكتر من مرة في علاقة ثلاثية او بيلعب بمشاعرك. يعني انا دلوقتي مرتبط بحد، بس ارتباط حب مش صداقة، بيغيب من غير سبب اكتر من مرة، في حاجة غلط، يا في حد تاني ما بيحبنيش. حلقة كتير مفيدة قبل فوات الأوان. طبعا طبعا، أهم حاجة كلمة قبل فوات الأوان. يا دكتور، كيف أتواصل معك؟ الخاص على الانستجرام أو الفيسبوك. ممكن لو سمحت تقول لي، أقول إيه يا سارة؟ رجل الجدي تقيل، إيه الحل؟ والله هو طبعه تقيل وعايز اللي يتعامل معاه بطول. الخفيفة يعني يشوف نفسه عليه. قوس طالع أسد، برج شجاع، برج صريح، برج في حتة بس متسرع. انت اسد وقوس، الاتنين متسرعين اكتر من بعض، دي المشكلة. الاندفاع يخسرك كتير او يخسرك كتير. احلى التماس، تسلمي لي يا زينب. انا برج العقرب، هو شهر 21 يروح ويجي، العلاقة تعبني خالص. متى بدك تنزل عن البرج الصاعد؟ والله اما اشوف في حد عايز. ما هو انا لو همشي بهوايا هنزل حلقات تانية خالص. انا بيتكون عندي فكرة من خلال اسئلتكم على الخاص، لان حتى لو ما بشوفهاش بيوصلني الاسئلة. امبارح كان معظمها عن ايه، الاسبوع اللي فات، الشهر اللي فات، والتعليقات على الحلقات. فببدأ اكون خطتي اللي همشي عليها. اه والله، ده هم عايزين حلقات عن العلاقات مثلا، عن الحبيب اللي بيتسلى، عن جذب الرجل، عن مش فاهمين كده. محمد ممكن يكون في برج طالع من برجين خليط. اه طبعا، البرج الصاعد معروف او البرج الطالع معروف، وبيأثر طبعا على البرج الشمسي، ولكن مش بالنسبة اللي في بالك فيها. العذراء رجل الحوت، العذراء ورجل الحوت، يعني هو هي العلاقة طبعا فيها توافق، ولكن هي المشكلة ان تبارد او تباطؤ رجل العذراء في بعض المواقف اللي عايزة سرعة، وتأخره في الاعتذار. مش عارف العذراء كانت الأنثى ولا الست يعني، بس هو في توافق بشكل عام، يعني التوافق يوصل 65 70%. أحيانا العاطفة الزايدة بالعلاقة بتعمل الشخص، هي مش أحيانا، دائما دائما، الاندلاع، الحب الزائد، العاطفة الزائدة تخليك ما تشوفش. ومراية الحب عامية، قالوها من زمان، مراية الحب عامية، يبقى بيلعب بيك ويقول لك لا انتوا كدابين، العيب فيكم مش في حبيبي. ما هو احنا كده، حد يجي ينصحك يا عم على متى ايه قدامك بيتسلى بيك، انت غلطان او حاقد. يا عم انا بنصحك، ورحم الله امرئ اهدى الي عيوبي، اللي يقول لي على عيوبي واللي بينورني هو ده اللي خايف عليا وعايز مصلحتي. انما اللي كله حلو حلو، انت مميز ومميز، ما فيكش اخطاء، بيخلينا تمادى في الغلط. وانا مش عارف، زي ما اكون ماشي في طريق غلط، وكل ما اسال حد يقول لي انت كده انت ماشي صح، هيغرقني. انما اللي بيقول لي ارجع، خلي بالك، في طوبه، في زلطه، في حفره، لا خلي بالك، هو ده اللي عايز مصلحتي. انثى العذراء ورجل الحوت، انا جاوبت السؤال ده. ما الفرق بين حب الصداقة وحب الأخرى عند رجل الطور؟ والله حب الصداقة معروف صداقة، أما الحب أنا مش فاهم حب الأخرى إيه، يعني حب الحبيبة. حب الصداقة أنا ممكن ما أتجوز، وممكن يكون عندي أكتر من صديق أو صديقة. ما هو ده السؤال، والله فكرة حلقة نعملها، يعني فرق بين حب الصداقة وحب العاطفي. الصديق إن أنا ممكن يكون عندي 20 صديق بحبهم، إنما الحبيب هي واحدة أو هو واحد بس، هو ده الفرق. فوش شريك، الصداقة فيها شريك، العاطفة ما فيهاش، لا يجوز طبعا. ممكن رسالة الخاص، حاضر حاضر يا ريجانة، أو حاجة زي كده لو أنا قريت صح. الطور رجل وينسى، اداله صعب أوي أوي يا علياء، التوافق صعب ولكن مش مستحيل طبعا. صح كلامك 100%، مش كلنا ملائكة طبعا. جدي وجدي عنده عدم تنازل ولكن في توافق، انا اداله هو العذراء توتر كبير قوي في العلاقة دي. رجل الميزان مع فتاة العقرب في العلاقة، اذكياء جدا، جذابين جدا، ولكن تعبين بعض جدا. التوافق 60% ويمكن يقل ما يزيدش، بس مع التفهم نقدر ان احنا نعلي النسبة دي.
طيب هنكتفي يا جماعة بالقدر ده عشان ما اطولش عليكم. بكرة عندنا لايف، ادعوا اصدقائكم، ادعوا اصحابكم، كل ما نكون بنعرف بعض على اللايف بيكون اللايف امتع واجمل وبنطول اكتر. واي حد بعت لي اقسم بالله انا بعتذر لو ما ردتش عليه، هرد عليك بكرة بعده بعد بعده، احنا كل يوم موجودين، اوعى حد يزعل.